ثلاثة ما بعد الانقلاب أردوغان يعتقل 10 أشخاص كل دقيقة. لو احنا شفنا الأرقام للاعتقالات اللي موجودة في تركيا هنلاقي تقريبا كل دقيقة بيتم إلقاء القبض على 10 من العسكريين أو المدنيين الأتراك. الحكومة التركية قالت تم إلقاء القبض على مئات، بعد كده قالوا 1000، 2000، 3000، 4000، 7000. النهاردة التقارير بتقول إن قرابة 10000 تم إلقاء القبض عليهم. خبراء في الشأن التركي قالوا إن 10000 دول تم إلقاء القبض عليهم في أول يوم بعد الانقلاب. في أقل من 20 ساعة التالية للانقلاب تم إلقاء القبض على 10000 شخص. ده معناه إن أكتر من 500 في الساعة، وده معناه إن أردوغان بيلقي القبض كل دقيقة على 10 جداد في تركيا. وطبعا الرقم مفزع، وعشرة آلاف مش آخر الأرقام. والنهاردة رئيس الوزراء قال إنه لسه الأرقام هتتجدد وتتعدل، وده معناه إن ممكن الرقم يصل إلى 20 أو أكتر من 20000 شخص إذا كنا في مدة محدودة وصلنا إلى 10000 شخص اعتقال. رقم قياسي إن أردوغان يعتقل في كل دقيقة 10 أشخاص من الجيش أو من المدنيين في تركيا. 103 من العسكريين المعتقلين برتب عليا جدا، جنرال، رتبة جنرال وأميرال، 103 شخص، والرقم ده قابل للتصاعد. إذا بنتكلم على 10000 وشوية مبدئيا، الرقم قد يتضاعف. العسكريين اللي موجودين كتير، القضاة كتير، إنما كمان الرتب العسكرية العليا كتيرة جدا وفي مواقع مختلفة.